شكرا شكرا جزيلا السيد الكاتب العام علي لطفي، والوفد المرافق له، تحية ذلك لكل من تحمل على السفر ليشاركنا هذا العرس النضالي. كذلك اليوم سنحكي تفاصيل محنتكم اللي وقفناها معكم ابتداء قبل حتى ما تشدوا العطله السنويه. شويه سكات، الله يخليكم، شويه سكات باش نسمعوا مزيان، باش نتصنتوا مزيان، باش تفهموا مزيان. طبعا قلت شويه ديال السكات باش نتصنتوا كاملين مزيان. إذن كما ذكرت قبل العطلة السنوية ديالكم، فاجأتنا إدارة شركة خيل بوميس بعدم وفائها بالاتفاق الموقع في أبريل، في أواخر شهر أبريل، وبلغتنا قبل أيام قليلة بأنها لن تصرف منحة العيد المتفق عليها. تأسفنا كثيرا لأننا التزمنا معه التزاما وكنا معه مسؤولين، لكن للأسف أخلوا دائما كعادتهم أخلوا بكل العهود. في هذه أو في هذا الأسبوع كذلك حاولوا الالتفاف على العطلة السنوية ديالكم، بغاو يسرقوا لكم منها بعض الايام، لان هذه العطله السنويه كان فيها 6 ايام ديال العيد، 6 ايام ديال العيد، فهم عطاوكم 18 يوم حسبوها لكم في العطله السنويه. وقمنا بتقديم شكايه لا سواء في منحه العيد ولا سواء في العطله السنويه الى مفتشيه الشرطه التي طلبت منهم الحضور تحت إشراف طبعا سيد الباشا الحضور إلى حوار في شهر 9 بمعنى في سبتمبر، لا قبل العطلة السنوية عفوا، وما حضروش، ما بغاوش يجي، سدوا الباب ديال الحوار معنا. بعد العطلة السنوية رسلناهم مجددا، رسلناهم فحضروا، إلا أن لغتهم كانت لغة الخشب، لغتهم كانت لغة سوداء، كانوا حول ما أمكن يسدوا باب الحوار رغم حضورهم على طاولة الحوار، وانتهى الحوار بلا شيء. بعدها نزلوا إلى المصنع واتخذوا مجموعة من الإجراءات اللي ما تشاوروش فيها مع نقابتنا، وهو ما كتعيشوه دابا اليوم انتوما، ربما هذه واحد 10 ايام ولا 15 يوم بدات المحنه ديالكم الجديده داخل المعمل، وبدا من جديد كما كان السب والقذف والممارسات الحاطه بالكرامه والضغوط وتوزيع انذارات عشوائيه وتوقيفات، توقيف عشرات العاملات كذلك، وممارسات اخرى تعسفيه واستغلاليه. اذا في هذه المرحله راسلنا المندوبيه الاقليميه للشغل، كما راسلنا السلطات المحليه في شخص باشا المدينه ليتدخل وينصفكم امام تجبر وطغيان هذه الباترونة المتوحشة، لكنهم اتخذوا من سياسة الأذان الصماء، اتخذوا منها ذريعة لكي يقوموا بطرد العمال وكل طبعا الممارسات اللي عشتوها داخل المعمل. انتم عارفين اكثر من اي واحد شنو كتعيشوا،
الان ما بقاش الامر واقف لحد هذا الشيء، بل تعدى ذلك الى المساس بالاجور. السرقه ديال الاجور وقعت هذا الشهر هذا، كاينه ولا لا؟ ربما كاين المراه اللي خداو لها نصف الاجره. كذلك بداو كيطردوا في العاملات الجدد، ربما والبارح طردوا 100 عامله جديده ودخلوا 100 ياك، والبارح طردوا 50 عامله جديده ودخلوا 100. كذلك البارح توصلنا بطرد عامله اشتغلت لمده 13 سنه، اشتغلت لمده 13 سنه في المصنع، شنو سميتها سي محمد؟